والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فإن من نعم الله تعالى على عباده المتقين أنه يعاملهم بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان. ومن مظاهر ذلك أن الله تعالى يوفي بعضهم أجره بغير حساب، وبعضهم يجعله الله تعالى يؤتى أجره مرتين، وبعضهم أيضا يعطيه الله تعالى ويضاعف له الحسنات أضعافا كثيرة. وكان من هذا الفضل أيضا أن الله تعالى يعامل المتقين من عباده بأحسن الذي كانوا يعملون. فإن الإنسان أحيانا قد يقصر في عمله، وأحيانا قد يشوبه شيء من التقصير أو شيء من السهو والنسيان. وفي بعض الأحيين فإن الإنسان قد يبلغ بعمله عنان السماء، من فضل الله تعالى أنه يعاملنا بهذا الأكمل وبهذا الأتم وبهذا الأشمل. ذلك أن الله تعالى يتفضل على عباده المتقين فيجعل ثوابهم للعمل الصالح في أتم صورة وأحسنها. فإذا ما كانت صلاة الإنسان في أحيان قد يشوبها شيء من التقصير أو شيء من الخلل، وفي أحيان يؤدي عمله على أتم صورة وأحسن هيئة، فإن الله تعالى يجازيه بهذا الأفضل وبهذا الأكمل. ومصداق ذلك من كتاب الله تعالى قوله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وأيضا قوله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن ديننا الحنيف يدعو دائما وأبدا إلى إتقان العمل، وينظر إلى العمل من ناحية كيفيته لا من ناحية كمياته. وهذا واضح جلي في كتاب الله تعالى في أكثر من موضع، يقول سبحانه: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذه دعوة أيها المسلم الكريم، دعوة إلى أن نستغل ما بقي من رمضان الكريم في أن نؤدي العبادة على أكمل صورة وأحسن هيئة، لندخل في قول الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.